اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة. في هذا الحر بكل تأكيد ما كيلق غير الكلاص، نحضره منزليا اقتصادي بالكراميل اللي حضرنا حتى هو منزليا. غتنال اعجابكم الوصفة، متأكدة انكم الى شاهدتوا الفيديو غادي تجربوها لوليداتكم، غتنال اعجابهم بكل تأكيد. كيجي كريمي غزال بدون حليب محلى، بدون كثرة مقادير، غتحصلوا على كلاص رائع جدا بذوق الكراميل. على بركة الله غنبداو مع طريقة التحضير، نخليكم مع الصور ديالو باش نشجعكم انكم تشاهدوا الفيديو وتحضروا بإذن الله بحالو لوليداتكم. كراميل منزلي سهل التحضير، ناجح 100% كما كتشوفوا امامكم في الصورة. غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو مع طريقة التحضير ديال هاد الكلاص الكريمي سهل التحضير. على بركة الله نبدأ. كراميل غنحضروه منزليا، حاجتنا الكوب ديال العنبه ديال السكر ما يعادل واحد 150 غرام، المهم كوب ديال العنبه ديال السكر مملوء، كوب ديال الحليب 150 مليلتر ديال الحليب، وهنا غادي نضيف ملعقه كبيره من النشا، النشا باش نحضروا الكراميل، ملعقه كبيره من النشا، وغادي نضيف عليها الحليب من نفس الكوب، غادي نوضعها جانبا. جيب طنجرة، من الأحسن تكون غرقة باش من ضيفوا الحليب فوق الكراميل ما يطيرش لكم وجهكم، وكونوا حريصين من تكونوا كتضيفوا الحليب دائما على الكراميل. هنا غندوب جيدا النشا مع الحليب، نوضعو خليوه هنا جانبا، وغادي نجيبو طنجرة مباشرة نوضعوها فوق النار، غنوضع السكر، نشعل النار متوسطة ونخلي السكر كيدوب على نار متوسطة، ما نحركوش حتى يبان انه داب وبدا كتشكل معنا العسل ديال السكر كيدوب وكيرجع على شكل كراميل. عاد نبقاو كنحركو بعود خشبي. الحليب غادي نمشي ندفيه، من الاحسن يكون دافي قليلا، ونتظروا على السكر تيدوب نرجع. دفيت الحليب، السكر فوق النار، غادي ناخذ واحد ملعقة صغيرة من الزبدة، انا هذه عندي زبدة من اصل حيواني، ممكن تستعملوا زبدة اي زبدة، نوع زبدة عندكم، ملعقة صغيرة تاي نضيفوها الكراميل من بعد ما غادي يذوب السكر. السكر بدا كيذوب معنا كما كتشوفوا، حاولوا اننا نحركوا، دابا النار مهيلة، رجعت نار متوسطة مبقاتش، عفوا مهيلة مبقاتش متوسطة، ومع التحريك دابا ديال السكر من بعد ما دابنا نصف الكميه ديالو كما كتشوفوا، ونتاكدوا ان السكر داب، النار دابا ضعيفه، تبعوا هاد الخطوات في الكراميل وغتحصلوا دائما على كراميل ناجح. من بعد ما ذاب السكر تماما تاكدنا انه ما بقاش نهائيا حبيبات، غنضيفوا داك الملعقه الصغيره من الزبده. هنا النار من الاحسن تنقصوا لها مره على الكراميل ديالكم. من بعد ما غتذوب الزبده غادي نضيفوا الكوب ديال الحليب الدافئ، ما سخنتوش بزاف، وغادي نضيفوا الملعقه ديال النشا اللي احتفظنا بها مع الحليب في الاول، وها الكراميل جاهز باش نحضروا الكلاص ديالنا. غادي نضيفوا الحليب بسم الله بشويه، من تكونوا كتضيفوا كونوا حريصين في هذا يكونوا حداكم الاطفال، اي بالكم تحجر عادي، شوفوا التفاعل اللي كيوقع. نبداو مع التحريك، شفتوا علاش حضرناه في طنجرة غارقة، لأنه كيفيض مع الحرارة ديال السكر. غادي نتأكد أن السكر داب مع الحليب، وغادي نجيب الخلاط اليدوي، منبقاش نستعمل هذا الخشبي باش ميوقع لناش تكتلات في الكراميل، وصافي والكراميل جاهز. كيبان لكم بحال القهوة مع الحليب. غادي نضيف داك الملعقة ديال النشا، تأكدوا انها كلها حركتوها بسم الله مباشره للكراميل، ودابا مع التحريك غنتحصلوا على كراميل عاقد.
ونرجعو من بعد ما يعقد كراميل. من بعد ما عقد نطفي عليه النار ونوضعوه شي وعاء باش يبرد عاد نستعملوه في الكلاص. بغيتو يرجع معكم الكلاص لامع زيدوا هذه الخطوه انكم تخفقوه بالميكسور، ماشي توضعوه في مولينكس ديالكم شي تهرس، ميكسور اللي عندكم خفقوه بالميكسور. هنا غادي نضيف واحد الرشيشه ديال الملحه، ضروري في الكراميل الملحه ما تستغناوش عليها باش كتنقص الحلاوه وكتعدل الذوق. ودابا غنخفقوا الكراميل ديالنا باقي ساخن، من بعد ما غنوضعوه دابا في الثلاجه الا كان عندكم الوقت وضعوه غير في الثلاجه تيبرد، ولا بغيتو بسرعه في المجمد واحد ساعه ونرجعوا نستمروا في تحضير الكلاص ديالنا. من بعد ما الكراميل برد حطيته انا في المجمد وضعته في المجمد، غادي نخفق 200 غرام زائد 200 غرام 400 غرام ديال الكريمه السائله. ممكن تستعملوا الكريم بودره او الكريم شونتي غبره وتخفقوه مع الحليب القياس اللي كيكون مسجل في العلبه. انا استعملت الكريمه السائله، غادي نفرغ 400 مللتر من الكريمه السائله ونضيف معها الكراميل والسكر غير ملعقه، لان غادي نضيفوا الكراميل والكراميل حلو ما نكثروش الحلاوه في الكلاص ديالنا. السكر دائما حسب الذوق وديروا بحساب الكراميل اللي غادي نزيدوه. ضفت واحد ملعقه ونصف بركه، غادي نضيف ستار سكر فانيليا ونخفق. ماشي في حال الكريمه اللي غادي نحشيو بها التورتات كتكون عقده، هذه كنخليوها كريميه باش من تعقد ما تجيكم كريميه. غادي نخفق جيدا حتى نتحصلوا على قوام كريمي ونضيفوا له الكراميل. ونقطع دابا الصوت باش ما نصدعكمش ونرجع. هنا بدا كيقرب يعقد، غادي نجيب الكراميل نوضعوه ونستمروا في الخلط. الكراميل باقي ما عقدش تماما ولكن ما بقاش ساخن برد، غادي نوضعوا تقريبا واحد 3 ديال الملاعق كبيره ونحتفظوا بالباقي باش نزينوا به الكلاص ديالنا من نخرجوه ان شاء الله من بعد ما يجمد. تقريبا وضعت نصف الكميه ديال الكراميل اللي حضرنا. القوام الكريمي ديال الكلاص هو هذا، ما تزيدوش تخفقوا تتقلوا الكريمه معكم، الا تقالت ما غاتجيكمش كريميه من تجمد. هذا هو القوام ديال الكريمه باش تجمد معكم. هنا ممكن تضيفوا اي اضافه، بسكويت قد تهرمشوه وتوضعوه في وسط هذا الكلاص. هنا غادي نوضع في هذه الصينيه ديالي غلفتها بلاستيك الغذائي، ضروري تغلفوا اي صينيه غادي توضعوا فيها الكلاص غلفوها بلاستيك غذائي ضروري باش من تقلبوا الكلاص ديالكم يجمد. تزيلوا بسرعه من المول. هنا بسم الله غادي نوزعوا الطبقه الاولى ديال الكلاص، ممكن تفرقوا باي حاجه توفرين عليها شوكولاته مهرمشه. غادي نجيب شوكولاته، القليل من الكيك الاسود متبقي عندي في الثلاجه احتفظت به في المجمد، كنحتاج للكلاص ولا للتزيين ديال اي تحليه كنلقى الكيك متوفر في المنزل. غادي نسويو جيدا الوجه كما كتشوفوا الكيك كان في المجمد محتفظه به دائما، بقايا ديال الجينواز احتفظت بها ملي كنبغي نزين اي كلاص ولا تحليه كنلقى الكيك عندي. وهذا كيك بذوق الشوكولاته جينواز ديال الشوكولات، ممكن تعوضوها باي بسكوي ديال الشوكولاته. غادي نهرمش بين يديا نفرتتهم قطع ديال الكيك في الوسط باش من نقطعوه من يكون جامد كيجي مزين من الداخل باللون الاسود. غادي نزيد اضافه ديال الشوكولاته مكسره حتى هي
غير اضافه فقط، ممكن ما تضيفوا والو في الكلاص ديالكم غير الكريمه اللي حضرنا، غير هاد الاضافه ديال البسكوي ولا كيك، كتعطيه نكهه غني، كيجي غني، والمنظر ملي كنقطعوه كيجي زوين بزاف. شويه ديال الشوكولات بركة عليا، ونقفلوا على الحشوه اللي ضفناها الكريمه. ومباشرة المجمد ليلة كاملة، دائما الكلاص ليلة كاملة من الأحسن باش تأكدوا أنه غيصبح عاقد تماما. نغطيو نسوي الوجه جيدا مع الصينية. ممكن تستعملوا أي صينية دائرية ولا مستطيلة بحال هذه، ولا مربعة كما كتفضلوا، غير ما تكونش كبيرة بزاف باش تاخد الحجم ديال من بعد ما خبطناه جيدا غادي نجيب القليل من الكراميل غير اضافه، ومن غنقلبو حتى هو غادي نديرو الكراميل في الوجه باذن الله من يعقد تماما. ونتلاقاو باذن الله بعد ليله كامله في الثلاجه باش نقدموه تقديم نهائي. نتمنى هاد الوصفه الرائعه جدا اقتصاديه خفيفه تنال اعجابكم. نغطيه ببلاستيك غذائي في الوجه ونوضعه في المجمد، ونتلاقاو الغد بإذن الله. هنا الكلاص ديالنا بعد مرور ليلة كاملة في المجمد، من الأحسن خليوه ننتظروا عليه ليلة كاملة، وضروري أنكم من تخرجوه من المجمد تكونوا غادي تقدموه، لأن الكريمة من كتجمد ونجبدوها كترجع دغيا كتذوب معكم، ضروري أنكم تقدموها، تجبدوه من الفريكو وتقدموه في آخر لحظة من تكونوا غادي تقدموه لوليداتكم ولا للضيوف ديالكم. الكراميل ما شاء الله صبح عاقد حتى هو، وغزال استعمالاتكم للكلاص ولا الكيك. احسن طريقه ديال تحضير الكراميل هي هذه بدون كريمه سائله غير بالحليب. وزعنا خطوط من الكراميل ورشيت القليل من المكسرات اللي متوفرين عليه، رشوه وقطعوه بكل تاكيد وقدموه، ولا شاط منه رجعوه للمجمد ضروري باش ما يدوبش معكم. نخليكم مع الصور ونقول لكم فيديو وصل النهايه ديالو، ما نكونش طولت عليكم غير الفيديو فيه الشرح التام ديال الوصفه باش تنجح معكم باذن الله. الى هنا، الى اللقاء، مع السلامه.